تساند مواصلة التمدرس عن بعد. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، الحصة ديالنا ديال اليوم غادي نقوموا بتصحيح لواحد السلسلة ديال التمارين حول درس التعداد. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول. يحتوي الصندوق على جوج كرات خضراء وثلاث كرات حمراء. إذا نكتبوا المعطيات ديال التمرين. إذا عندي صندوق يحتوي على جوج كرات خضراء وثلاث كرات حمراء في آن واحد ثلاث كرات. نقول إما نسحب في آن واحد أو نسحب تآنين. إذا كلمة مهمة اللي خصنا نسطرو عليها هو في آن واحد، يعني عندنا في التمرين عندنا السحب الآني. إذا غادي نحاول نقوم بواحد الشكل. ألوغ عندي صندوق ألوغ فيه جوج كرات خضراء، يعني ذاخت غادي نرمزو جوج ديال الكرات خضراء، وعندي ثلاث كرات حمراء. إذن في المجموع عندي خمس كرات. إذن عندنا في هذا الصندوق عندنا جوج كرات خضراء وثلاث كرات حمراء. إذن في المجموع عندنا خمسة ديال الكرات. إذن نعود نرجع للجملة ديالنا اللي مهمة. نسحب في آن واحد ثلاث كرات. إذن عندنا السحب الآني، وفاش يكون عندنا السحب الآني تيكون الترتيب غير مهم. إذن السؤال الأول، بين أن عدد السحبات، بين أن عدد السحبات الممكنة هو العدد 10. إذا قلنا بأن فاش يكون عندنا السحب الآني تيكون الترتيب غير مهم. إذا إلا بغينا نديرو واحد الرمز، واحد الشيما، غنديرو بين اللمتين اللي كنبينو فيها أن الترتيب غير مهم، وغندير ثلاث نقط، يعني أننا كنسحبو ثلاث كرات. إذا غنعاود نأكد على أن الترتيب غير مهم. إذا بالنسبة لي كل سحبة تمثل تأليفة لثلاثة من بين خمسة. إذن الجواب عدد السحبات الممكنة هي عدد التأليفات لثلاثة من بين خمسة. وكنرمزوا لعدد التأليفات لثلاثة من بين خمسة، يعني العدد سي ثلاثة من خمسة. إذن نعاود نذكر بالقاعدة، إذا كان بي أصغر من أو يساوي ان، عدد التأليفات لبي من بين ان هي عدد الترتيبات لبي من بين ان على عاملي بي. إذا نرجعوا للتمرين ديالنا، وغادي نحسبوا عدد التأليفات لثلاثة من بين خمسة يساوي عدد الترتيبات لثلاثة من بين خمسة على عاملي ثلاثة. إذا كيفاش كنحسبوا عدد الترتيبات لثلاثة من بين خمسة؟ كنبداو بخمسة وكنديروا جداء، غادي كنقصوا بواحد. شنو كيعني الرقم ثلاثة؟ كنكتبوا ثلاثة العوامل وغادي نحبسوا، يعني خمسة، العامل الثاني أربعة، العامل الثالث ثلاثة. إذن تلاحظوا كسبنا ثلاثة العوامل. وماذا يعني عاملي ثلاثة؟ هي ثلاثة في جوج، ما كنوقفوا حتى الواحد. إذن نحاول نقوم بالاختزال. عندي اختزل ثلاثة مع ثلاثة، اثنان مع أربعة غتبقى عندي واحد، وهنا جوج. إذن في الأخير سي ثلاثة من خمسة، أو عدد التأليفات لثلاثة بين خمسة هو العدد. إذا بقى لي خمسة في اثنان هو العدد عشرة. إذا هذا هو الجواب على السؤال. غادي نمرو للسؤال
ثاني، ما هو عدد السحبات التي نحصل فيها على جوج كرات حمراء وكرة خضراء؟ يعني بالنسبة إلى بغينا نديرو واحد الشيما ديالنا كنديرو قلنا بين لمتين على أن الترتيب غير مهم. إذا جوج كرات حمراء R R وكرة خضراء V، ألوغ هنا غادي نسطر على واحد و. إذا بالنسبة في الرياضيات في الدرس ديال التعداد ملي كنبغيو نحسبو كنديرو الضرب. إذا نجاوبو على السؤال، إذن عدد السحبات التي نحصل فيها على جوج كرات حمراء وكرة خضراء هي، إذن جوج كرات حمراء، إذن عدد التأليفات لإثنان، هذا الرقم إثنان كيعني أننا سحبنا جوج كرات حمراء من بين، إذا رجعنا للصندوق ديالنا عدد الكرات الحمراء هو ثلاثة. عندنا الرابط و، إذن في الرياضيات كنديرو فيه، ثم كرة خضراء، إذن كرة واحدة كنرمزو هنا واحد، يعني أننا سحبنا كرة واحدة خضراء من بين، عدد الكرات الخضراء في الصندوق إثنان. إذن تساوي، كنطبقوا العلاقة اللي كتبنا في السابق، هي عدد الترتيبات لإثنان من بين ثلاثة على عاملي إثنان في عدد الترتيبات لواحد من بين إثنان على عاملي واحد، تساوي إذن عدد الترتيبات لإثنان بين ثلاثة، قلنا تنكسبو ثلاثة وهذا الرقم إثنان يعني أننا خصنا نكسبو جوج العوامل، إذن الرقم ثلاثة في إثنان. بالنسبة لإثنان كنديرو إثنان وكنقفو في واحد، في واحد في، إذا هنا غادي نكتب الرقم إثنان ونكتب عامل واحد على عامل واحد هي واحد، غنقوم بعملية الاختزال. إذا عندي هنا إثنان إثنان، غادي يبقى لي في الأخير الجواب ثلاثة في إثنان اللي كيساوي العدد ستة. إذا غادي نمروا للتمرين الثاني، نقراو التمرين. يحتوي كيس على سبع كرات مرقمة من واحد إلى سبعة، نكتبو المعطيات ديال التمرين. يحتوي كيس على سبع كرات مرقمة من واحد إلى سبعة، إذن نسحب في آن واحد كرتين، يعني جوج كرات. إذا ندير واحد الشيبة، إذا سبع كرات مرقمة من واحد إلى سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا ندوزو السؤال الأول، إذا السؤال الأول تحقق أن عدد السحبات الممكنة هو العدد 21. إذن نعاود نكرر واحد المسألة مهمة عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، أن عندنا في التمرين السحب الآني، وفاش يكون عندنا السحب الآني يكون الترتيب غير مهم. إذا كنرمزو كنديرو بين لمتين، ألوغ كنسحبو جوج كرات، إذا كندير جوج نقط يعني أننا سحبنا جوج كرات، وهذا الرسم أشنو كيمثل لي؟ كيمثل لي تأليفة لإثنان من بين سبعة، إذا كل سحبة كل تمثل تأليفة لإثنان من بين سبعة. إذن باش نجاوبو على السؤال،
إذن عدد السحبات الممكنة هي عدد التأليفات لإثنان من بين سبعة، يعني العدد سي إثنان من بين سبعة تساوي عدد ترتيبات لإثنان من بين سبعة على عاملي إثنان تساوي. إذن عدد ترتيبات لإثنان من بين سبعة تنكسبوا سبعة وكنديروا الجداء، إذن كنقصوا واحد على سبعة، الرقم إثنان كيعني أننا خصنا نكسبوا جوج العوامل، إذن سبعة في ستة على عامل إثنان هي إثنان في واحد تساوي سبعة في ستة 42 على إثنان في واحد إثنان، وإلا قسمنا 42 على جوج غنلقاو العدد 21. إذن هذا هو الجواب على السؤال المطلوب. غادي نمرو للسؤال الثاني. إذن السؤال الثاني ألف، ما هو عدد الإمكانيات لسحب كرتين تحملان رقمين فرضيين إذن الأرقام الفرضية كاين بالنسبة لي كاين واحد ثلاثة خمسة سبعة. إذن أنا كنسحب جوج ديال الكرات، إذن غادي نسحب جوج ديال الكرات من بين أربع كرات. علاش؟ لأن عندي في الكيس عندي أربع كرات تحمل أرقام فرضية. إذن الجواب على السؤال، إذن عدد الإمكانيات لسحب كرتين تحملان رقمين فرضيين هو عدد التأليفات لإثنان من بين أربعة. لماذا؟ غنعاود نكرر، لأن قلنا بأن الكيس يحتوي على أربع أرقام، أربع كرات تحمل أرقام سحب
عشوائيا بالتتابع وبإحلال وبإحلال كرتين، يعني جوج كرات. إذن ملاحظة مهمة، وهي أن عندي واحد الكلمة بالتتابع بإحلال. إذن نسحب عشوائيا بالتتابع وبإحلال. ألوغ ماذا يعني بالتتابع وبإحلال؟ يعني نسحب الكرة الأولى. ألوغ إذن الترتيب قلنا مهم جدا، هنا كنديروا الأقواس. نسحب الكرة الأولى، نسجل لونها، ثم نعيدها إلى الصندوق، نكرر هذه العملية في المرة الثانية. إذا بالنسبة نمشوا للسؤال الأول، حدد عدد السحبات الممكنة. حدد عدد السحبات الممكنة. إذا بالنسبة للسحبة الأولى، بما أن هذا الصندوق فيه 7 ديال الكرات، إذا عندي 7 ديال الإمكانيات. إذا 7 في، إذا الكرة الأولى سجلت لونها، أعدتها إلى الصندوق، إذا عدد الكرات داخل الصندوق لم يتغير. إذا باش نسحب الكرة الثانية عندي 7 ديال الإمكانيات، إذا في 7. إذا الجواب هو 7 أس 2 كتساوي 49. إذا مروا للسؤال الثاني، حدد عدد إمكانيات سحب كرتين من نفس اللون. كرتين من نفس اللون، إذا كرتين من نفس اللون يقدر يكونوا عندي جوج ديال الكرات بيضاء أو جوج ديال الكرات سوداء. إذا الجواب على السؤال، عدد إمكانيات سحب كرتين من نفس اللون. إذا نبداو جوج كرات بيضاء، عدد الكرات البيضاء داخل الصندوق 3. إذا 3 ألو، هذه الكرة البيضاء أعدتها إلى الصندوق، إذا عدد الكرات البيضاء لم يتغير، غيبقى ديما عندي 3. في 3 بين قوسين عندي أو، بالنسبة للدرس ديال التعداد فاش تيكون عندي أو كندير زائد. إذا جوج كرات سوداء، عدد الكرات السوداء داخل الصندوق 4. إذا عندي 4 ديال الإمكانيات. بون، هاد الكرة السوداء أعدتها إلى الصندوق، إذا عدد الكرات السوداء داخل الصندوق لم يتغير، يعني 4 في 4. إذا الجواب 3 أس 2 زائد 4 أس 2. 3 أس 2 هي 9 زائد 4 أس 2 هي 16. إذا الجواب النهائي هو 25. إذا تبقى لنا السؤال الأخير، حدد عدد إمكانيات، عدد إمكانيات سحب كرتين، سحب كرتين مختلفتي اللون. إذن ألوغ غندير الأقواس. إذن مختلفتي اللون عندي جوج الألوان، إما بيضاء وسوداء. إذن الأولى بيضاء والثانية سوداء. بما أن الترتيب جد مهم غنديرو أو، تقدر تكون الأولى سوداء والثانية بيضاء. إذا الجواب على السؤال، عدد إمكانيات سحب كرتين من نفس مختلفتي اللون، مختلفتي اللون هو، إذا بالنسبة كرة بيضاء الأولى بيضاء لدي 3 إمكانيات لسحب الكرة الأولى بيضاء، 3 في الثانية سوداء لدي 4 إمكانيات في 4 عندي أو، دونك كندير زائد. كذلك الأولى سوداء والثانية بيضاء، ألوغ باش تكون الأولى سوداء عندي 4 كرات سوداء لدي 4 إمكانيات في،
وعندي ثلاث كرات بيضاء، كذلك لدي ثلاث إمكانيات، إذن تساوي 12 زائد 12 تساوي 24. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، تنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه السلسلة ديال التمارين حول التعداد. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.